هرجع مرة تانية بقى لقصة الحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية في ظل هذا الوضع اللي الدولة طول الوقت حريصة ان هي تدعم الأسر الأولى بالرعاية، الأسر محدودة الدخل، وانه نعبر او نمر من هذه الفترة بسلام دون تأثر هذه الطبقات الأولى بالرعاية والأكثر تأثرا بالمناسبة. دكتورة نيفيل قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ترأست الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لهذا العام عام 2023، والأكدت أن المؤسسة بتقوم بدورها الفعال في تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لتقديم مساعدات مالية ومساعدات عينية لحوالي 79,379 مستفيد على مستوى الجمهورية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المساعدات، طبعا خاصة الصعيد، لأنه الصعيد كمان في نسبة من الفقر يعني قياسا على محافظات الوجه البحري، فهي بتكون أكبر وبيحتاجوا إلى تدخلات يعني من الحماية الاجتماعية أكثر. خلونا نستقبل على التليفون أستاذ عبير سيد، المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي. أهلا بك يا أستاذ عبير، صباح الخير. صباح الخير، اهلا بحضرتك. يعني طبعا هذا الاجتماع الاول لعام 2023، لكن هذه المؤسسة بتعمل على مدار سنوات ماضية وقدمت بالفعل اشكال مختلفة من الدعم سواء المادي او العيني ضمن شبكة الحماية الاجتماعية. ما تم خلال الفترة الماضية وما هو مقرر من خلال الخطة في الفترة القادمة؟ هي المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بقالها 65 سنة اللي هي مرتبطة بأذهان المشاهدين بمعونة الشفا. المؤسسة اتطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما بقتش بس معونة شتاء في الفترة اللي هو موسم الشتاء، لا، المساعدات الاجتماعية بتاعتها سواء عينية أو مالية شملت العام كله. بقت عندنا مساعدات بخلاف شهر رمضان في الأعياد والمواسم والشنطة المدرسية والبطانية بمناسبة موسم الشتاء. الفترة الجاية برضو المؤسسة اتطورت بشكل كبير، انها بدأت تصرف المساعدات المالية بتاعتها عن طريق كارت ميزة، ما بقاش فيه الزحام اللي كان موجود واللي كان بيبقى التجمهر اللي تم ده او اللي كان بيتم، لا، بقى في الكارت بتاع كل شخص بتنزل له عليه المساعدة كل اول شهر او على حسب الحالة المرضية بتاعته او الحاله الاجتماعيه والمبلغ اللي بيتم تحديده. قد ايه استاذه عبير عدد المستفيدين من هذه المساعدات المقدمه؟ العدد على المؤسسه العامه سواء مركزيه او افرعها في المحافظات 27 محافظه حوالي ما يقرب من 80,000 مستفيد، ده عام 22. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان احنا استعرضنا انجازات عام 22 يوم الاحد الماضي، وشرفنا بالاجتماع برئاسه معالي الوزيره، وتم اعتماد جميع الانجازات اللي تمت من خلال المؤسسه العامه للتكافل. فكان اجمالي المساعدات اللي تمت 58 مليون لما يقرب من 80,000 مستفيد. طب في غير فتره المواسم، يعني حضرتك ذكرتي طبعا رمضان ودخول المدارس وما الى ذلك، في الايام او الفترات اللي ما فيش فيها رمضان وما فيش فيها شتاء فبنوزع بطاطين وما فيش فيها مدارس فبنوزع شنط مدارس، في غير ذلك ايه اشكال المساعدات اللي بتقدم؟ هي مساعدات ماليه برضو يعني على مدار العام وفقا للحاله المرضيه او الحاله الاجتماعيه اللي بيقدم عليها المستفيد. يعني لو المستفيد من ذوي الامراض المزمنه بيتم اقرار مساعده ليه، المساعده ليه دي بتنزل في الكارت بتاعه شهريا او كل 3 شهور على حسب الحاله المرضيه. طب وانا عارفه كمان انه في جهود بتتم لتحويل الاسر دي من اسر مستفيده الى اسر منتجه ايضا. مظبوط يا فندم، احنا عندنا في المبادرات اللي ترعاها وزاره التضامن الاجتماعي ان احنا نمكن الاسر اقتصاديا، يعني نديهم مبلغ يقدروا يعملوا بيه مشروع، فبالتالي المشروع يدر دخل وبالتالي ما يستناش المساعده. وعندنا مشروع بيدي قروض دواره، فالمشروع ده بيقضي على محاربه عمال او بيحارب عماله الاطفال، واحنا بنختص بيهم المراه هي اللي بتاخد القرض وهي اللي بتعمل المشروع على اعتبار ان هي تقدر تصرف على بيتها وعيالها ويقضي على ظاهره التسرب من التعليم. كل الشكر ليكي يا استاذ عبير سيد، المدير التنفيذي للمؤسسه العامه للتكافل الاجتماعي.